هنعمل كيكة البطاطس. كيكة البطاطس دي يعني بص هي بتبقى شوية ايه حاجة حلوة قوي، حلوة جدا، مش باين حتى ان فيها بطاطس، بس بتبقى طرية قوي، يعني ما تخيلش ان هي زي كيكة هشة، لا بتبقى يعني قريبة من بطاطا. عارفين صينية البطاطا احنا بنعملها هي زيها بالظبط. طيب ازاي بقى؟ انا عندي هنا بطاطس مسلوقة ومهروسة، يعني قولي حوالي 3 كوبايات، نص كيلو يعني حوالي 3 كوبايات بطاطس مسلوقة ومهروسة، عليها كوباية من الدقيق، كوباية من السكر، كوباية من اللبن، نص كوباية دي بس، اوكي نص كوباية دي بس ماشي، وجوز هند وزبيب، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ربع كوباية من الزيت، 3 بيضات، معلقة كبيرة من القرفة عشان تدي لون، احنا في البطاطا ممكن ما احطش قرفة بس برضه بحط، بس ممكن هنا عشان اغير لون ايه البطاطس لما اجي اقدمها لحد كده ما يتخيلوش ان هي بطاطس، تقعدي بقى يحتاروا بقى ايه هي دي بالظبط. وايه كمان؟ وفانيليا. تمام؟ هقول كله تاني وانا شغاله. ده كله هحطه ببعضه بس مش اكتر من كده. البطاطس دي حوالي نص كيلو، يعني حوالي 3 كوبايات من البطاطس المسلوقه المهروسه. ده كله على بعضه. نص كوبايه من الدقيق. معلقه كبيره بيكنج باودر. ربع كوبايه من الزيت. معلقه صغيره مليانه من القرفه، طبعا حسب ما بتحبي انت الغمقان بتاعها، لو عايزه ازيد زودي ما يجراش حاجه. فانيليا حوالي 3 باكو. ممكن اقلب دول وبعدين ايه اكسر البيض. كوبايه سكر. كوبايه لبن. جوز الهند ممكن نص كوبايه او اكتر شويه، يعني ملوش معيار لا جوز الهند ولا الزبيب، يعني ممكن لو نص كوبايه نص كوبايه شغاله. وثلاث بيضات بقى عشان يدينا نفشان شويه في الايه في الكيكه. بس كده دي كيكه البطاطس. سهله ازاي بسيطه ازاي؟ هقولها تاني. نص كيلو من البطاطس المسلوقه المهروسه، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الزيت، 3 بيضات، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوبايه من جوز الهند، نص كوبايه من الزبيب، حطيت معلقه صغيره مليانه من القرفه. كل ده بضربه مع بعض اهو بس، اكتر من كده مفيش. كيكه سهله بسيطه بالبطاطس ان شاء الله تعجبكم جدا. انا مش عندي اي حاجه اعمل بيها، يعني مش عارفه اعمل ايه حاجه حلوه، بس عندي بطاطس ايه ممكن اطلعوا حاجه حلوه منها، هي طريقه الكيكه دي هتعجبكم قوي. هي هتبقى ايه، هوريها لك دلوقتي، احطها بس في الصينيه وهوريها لك بعد ما استوت شكلها ايه. شوف بس كل الحاجات دي. عشان ارص لك الحاجه البيتزا احنا ممكن نطلعها في طبق عادي، بس تبرد شويه وانزلها في طبق. خلاص ادي كده مكونات الكيكه خلصت. تمام، هنزلها في صينيه مدهونه. فين الصينيه يا ولاد؟ وادخلها عادي على 180 درجه على الرف الوسطاني. تمام، يبقى كده عملنا حاجه حلوه من البطاطس. انتوا فاكرين احنا عملنا قرص قبل كده، عملنا حاجات حلوه كتير مع بعض برده من البطاطس. خلي بص ايه اوزع دي كده هنا، وهروح مدخلها الفرن واطلع التانيه. البطاطس المحشيه دي يعني ممكن تسيبيها كمان شويه ما يجراش حاجه، بس اهي انا هوريها لك برده.